السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رسميا انطلاق عملية الاحصاء المتعلق بالخدمة العسكرية. كم يتقاضى المجندون وما هي الامتيازات التي يتلقاها الذين تم احصاؤهم او تم انتقاؤهم في الخدمة العسكرية انطلقت اليوم الاثنين عمليه الاحصاء المتعلق بالخدمه العسكريه برسم سنه 2022 والتي ستشمل الشباب الذين يبلغون من العمر ما بين 19 و25 سنه في 16 ماي السنه المقبله والمتوفرين على الشروط المطلوبه قانونا لاداء الخدمه العسكريه. تأتي هذه العملية التي تمتد إلى غاية يوم العاشر فبراير 2022 تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لإدماج الفوج الأول المقبل في الخدمة العسكرية وفي إطار الإعداد لعملية الإحصاء الممهدة لانتقاء وإدماج الفوج المقبل الخدمه العسكريه تشكل انعكاسا للرغبه الملكيه الاكيده حيال ادماج جميع المغاربه ليس فقط في الدفاع عن وطنهم الام وعن الوحده الترابيه للمملكه في وجه كل اعتداء او تهديد لكن ايضا في التنميه السوسيو اقتصاديه للبلاد وستمكن الخدمه العسكريه حسب ما جاء في الموقع الالكتروني تخوضه في تجنيد بايما من الحصول على تكوين تقني ومهني في التخصصات المتوفره لدى وحدات القوات المسلحه الملكيه مما سيساعدهم على اكتساب خبرات جديده ليصبحوا فاعلين في المجتمع كما سيستفيد المجندون من عده امتيازات اهمها اجره شهريه غير خاضعه لاي ضريبه او اقتطاع تتراوح ما بين 1050 درهم بالنسبه للجندي و1500 درهم لضابط الصف و2100 درهم للضابط والتعويض الخاص بالاعباء المحدد مبلغه الجزافي في 300 درهم بالنسبه للمجندين في المنطقه الجنوبيه. كما سيستفيدون أيضا من العلاج في المؤسسات الاستشفائية العسكرية والمساعدة الطبية والاجتماعية والتغطية الصحية والتأمين عن الوفاة وعن العجز مع تحمل الدولة لمبالغ الاشتراك أو المساهمات المستحقة عليها وعلى المجندين فضلا عن معاش الزمان عند الإصابة بمرض أو استفحال المرض بفعل الخدمة العسكرية ويرتب المجندون في رتبة عسكرية مماثلة للرتب العسكرية وفقا للنظام التسلسلي الجاري به العمل في القوات المسلحة الملكية ضابط وضابط صف وجندي وذلك بحسب الشهادة التعليمية وفضلا عن ذلك سيحتفظ الموظف في وضعية الجندية بالأجرة التي يتقاضاها عن وظيفته وحق العوده الى ادارته الاصليه بعد نهايه الخدمه العسكريه كما سيستفيد المجندون من الحق في المشاركه في المباريات التي يعلن عنها خلال مده الخدمه العسكريه